بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في برنامج الأشبال، محمد عبد المنعم، مدافع فريق شباب النادي الأهلي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا كابتن، تمام والله. أخبارك إيه؟ كله تمام والله الحمد لله. أنا مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك، كمان مبسوط إن أنا في بيت النادي الأهلي طبعا. منورنا وبشرفنا. قول لي بقى، البداية انضميت للنادي الأهلي إزاي؟ كان اختبارات ولا النادي الأهلي شافك في مكان واشتراك؟ البداية كانت إزاي؟ كان اختبارات، كنت أنا في سنة رابعة وجيت عملت اختبارات. كان مع كابتن اسامه وكابتن محمد اسماعيل. يعني اول واحد اختارك كابتن اسامه عربي؟ لا، كان اول واحد اختارني كابتن عبد النبي عاشور. كابتن عبد النبي عاشور. كان عملنا تقسيمه وراح واخدني وسط، كان وسط 20 واحد. كان 10 و10 خدني. كانت تقسيمه 10 و10. خدني راح مضيني على طول. طبعا في الاختبارات بيبقى في اعداد كبيره جدا. طبعا. يعني ممكن يوصل ل 70,000. 70,000. طبعا. احكي لي بقى، وصف لي شعورك الليله اللي انت جاي فيها تاني يوم النادي الاهلي وانت نايم كده، حلمك ايه او شعورك ايه وانت جاي النادي الاهلي تختبر لاول مره؟ طبعا اي حد ليه شرف ان هو يلعب في النادي الاهلي. فانا كنت مبسوط جدا يعني اللي انا اختاروني. ما عرفتش انام ساعتها اليوم ده. ما نمتش؟ والله ما عرفت انام يا كابتن اسامه. كان فرحه اهلي بيا وزمايلي وجيراني، كانت حاجه حلوه يعني. الحمد لله اللي انا اتضميت للنادي الاهلي وانا من صغير، فتعلمت قواعد ومبادئ النادي يعني الحمد لله. طيب عايز اخدك بقى، انت اول ما دخلت النادي الاهلي كان عندك كام سنه؟ كان عندي 9 سنين. 9 سنين، من بدايه من 9 سنين دلوقتي ما شاء الله عندك كام دلوقتي؟ 19؟ 19 سنه. 19 سنه. خلال 10 سنين مين المدربين اللي مرنوك في قطاع الناشئين؟ كان اول واحد كان مسكني كان كابتن مشير حنفي. ده كان اول واحد، هو كابتن سامي قمصان. تمام. وكابتن ياسر رجب. ده له فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني. كنت انا بلعب هاف يمين. فقال لي لا انت راجعك العب مساك وبتاع. يعني بدايتك كانت ناحيه اليمين؟ كانت هاف يمين. كابتن ياسر رجب هو اللي وظفك في المساك. ففضلت اعيط اقول له يا كابتن لا مش عايز العب وبتاع، ما بحبش المكان ده وبتاع. فقال لي لا انت هتبقى احسن مساك في مصر وبتاع. لحد دلوقتي بيفكرني بالكلام ده. هو دلوقتي مع الكابتن عمرو انور. صح، مدرب عام معاك وفريق الشباب. فحد دلوقتي بيفكرني بالكلام ده يعني. فاول ما نتكلم في الكلام ده بنضحك وبتاع ونهزر. بقول له كانت ايام يا كابتن بتاع. قال لي فانا بشكره طبعا من قناه النادي الاهلي، بشكره على وقفتك جنبي وتغيير المركزي اللي انت كنت شايفه اللي انا كنت اصلح اللي العب فيه. وكابتن عادل عبد الرحمن طبعا السنه اللي فاتت. يعني اشتغل معايا جامد يعني كابتن اسامه بجد، يعني فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى برضه. وقف معايا بيساعدك على طول السنه اللي فاتت من 99 ل 97. كنت على طول العب معاه، موجود كل المباريات. كنت على طول العب معاه وكان مديني الثقه كان عامل فيها كويسه. ما خسرناش ولا ماتش يا كابتن اسامه اول دور في الدور الاول ولا ماتش، كنا كله سكور سكور. جبت السنه اللي فاتت هدف الاهلي والزمالك صح؟ صح. ما تجيبوا لنا كده الاهداف نشوف اهداف عبد المنعم. ماشي، بيحضروها دلوقتي وهيجهزوها. ماشي، اتفضل يا منعم. فيعني كابتن عادل انسان محترم طبعا، وانا بشكره على وقفته جنبي وبتاع الحمد لله. وكابتن عمرو انور، كابتن عمرو انور شغال ما شاء الله السنه دي ماشي كويس يعني. لعبنا 6 ماتشات الحمد لله، كسبنا 5 وتعادلنا 1. كويس، فده ناتج كويس طبعا. وربنا يكرمه الفتره الجايه ان شاء الله، ونبقى قد المسؤوليه وناخد البطوله باذن الله. طيب لعبت منتخبات مصر يا منعم؟ يعني رحت منتخبات مصر؟ لعبت منتخب الشباب 99. كويس. كان مع كابتن حماده صدي. والكابتن تامر حسن والكابتن سامح حسني. طبعا كانت فتره كويسه جدا جدا يعني فتره المنتخب ديت. فكنا لعبنا بطوله زامبيا. فاكر انا كنت انت كمان من ارجل اللعيبه ما شاء الله. في الخير. من القص فيك او اتعلمت منه كتير؟ اتعلمت من كابتن ياسر. كابتن ياسر رجب؟ كابتن ياسر رجب. ياسر رجب. فكان بيفضل يكلمني على ان انا اطلع واجيب جوان واشوط. فديت كانت بتطور ادائك الفني يعني. كان بيطور من الحاجات دي مني. السنه اللي فاتت الحمد لله جايب 8 تجوان او 7 تجوان. كويس. فيعني هو كان له دور برضه في حاجات الجوان دي. يعني انت مساك بتلعب برضه في الكرات الثابته وبتجيد عمليه الاهداف دي. بس السنه اللي فاتت جبت كام هدف مع فريق الشباب؟ جبت 6 او 7. 6 او 7.
اغلى هدف فيهم كان على ما اعتقد كان مباراه الاهلي والزمالك، كان في مدينه نصر. فزعنا احنا المباراه كان ايوه، وكان برضه ماتش المقاولين كان 0-0 وجبت جون كويس، ده فتح الماتش يعني. التصعيد بقى، التصعيد للفريق الاول وبدايه انك تتمرن مع الفريق الاول بدا امتى؟ بدا كان مع كابتن حسام البدري. كان اول، كان ساعتها كان اول ماتش كان دجله، كان مدافعين كلهم مصابين وبتاع. ده ماتش رسمي؟ كان ماتش رسمي فدخلت السكور كنت ممكن اشارك بس يعني الحمد لله ما حصلش نصيب. يعني انت دخلت في السكور في السنه دي؟ دخلت 9 ماتشات. ما شاء الله، ده انت كده يبقى انت محسوب لك دوري. الحمد لله. دخلت 9 ماتشات، كان من ضمنهم المقاولين لما لعبناهم السنه اللي فاتت، كان ماتشين ورا بعض لما كسبناهم 5 وكسبناهم 4. فدي كنت قاعد على الدكه برضو كويس، كنت هنزل بقى، قال لي اجهز هنا وبتاع، فبجهز وبتاع، راح كابتن احمد فتحي لعب مساك. فقلت له كابتن احمد انت جاي تلعب مساك دلوقتي؟ عايز تاخد فرصه، انت مستني دقيقه عشان تشارك. طبعا. لا ان شاء الله يعني، بص ما تستعجلش، الفرصه هتيجي، ده هدفك في المقاولين العربه يعني. نشكر المخرج بتاعنا بيبو، بص جاهز بيه على طول. الهدف كان مقاولين في الكرات الثابته. كان الكابتن عادل عبد الرحمن دايما بحفظكم الوقفه والتحركات، ودايما بليكوا تريكة كده في الكرات الثابته. كان كنا بنجيب منها جوان كتير. كنا بنجيب منها جوان كتير قوي يا كابتن اسامه. كنا بنعمل 3 تركات بس كان ايه، محدش بيفهمهم خالص. فكنا بنجيب منهم جوان كتير يعني، كنا نص الجوان منهم. طيب اول مباراه بقى شاركت فيها مع الفريق الاول تفتكرها؟ طبعا. مباراه ايه؟ اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد، يعني شعورك ايه بقى؟ يعني انت النهارده بتتمرن مع الفريق الاول، اول مباراه ليك قصاد فريق كبير، فريق عالمي يعني، فريق اسباني. اتلتيكو مدريد. نزلت انت في اخر المباراه؟ نزلت اخر نص ساعه. اخر نص ساعة. فكان كمان كان الجمهور موجود. فدي كانت دافع ليا قوي كمان. فكنت فرحان جدا، كنت فرحان جدا ان انا هشارك قدام اتلتيكو مدريد اول ماتش ليا كمان. كمان كان جمهور الاهلي موجود، فكنت نفسي اعمل يعني اموت نفسي عشان اظهر بشكل كويس، عشان دي اول مباراة ليا. فالحمد لله برضه ظهرت بشكل كويس وكملت مع الفريق الاول الحمد لله. طيب بعد رحيل الكابتن حسام جه كارترون، شاركت مع كارترون في مباريات ودية صح؟ شاركت معاه ودخلت ماتشات معاه في الكاس، كان ماتش دخلت في الكاس برضه. كان ماتش ترسانة. كويس. دخلت معاه واتمرنت معاه بشكل كويس وكنت بأدي، وهو كان بيكلمني كمان كان بيقول لي انزل العب ماتشات في الناشئين اجهز وبتاع عشان ان شاء الله بالك له دور الفتره الجايه وبتاع. وبعد رحيل كارترون برضه فضل يعني عمليه تصعيدك للفرقه المستمره، وبتشارك وموجود في مباريات الوديه وفي التمرين مع لاسارتي. كان مع مستر لاسارتي. صح كده؟ عملت معاهم فتره اعداد برضه، كانت في اسبانيا. في اسبانيا. فكنت ماشي كويس معاهم الفتره ديت، وكنت بتمرن كويس. وحتى لعبنا هناك ماتشات كتير، فشاركت اول ماتش، نزلت الشوط الثاني، فكنت كويس يعني الحمد لله. طيب فايلر بقى اخيرا. طبعا موجود انت برضو مع الفريق الاول بتتمرن معاه. موجود الحمد لله. مدرب كويس يعني ما شاء الله عليه. ايه النصايح اللي ممكن النتائج بتاعته فيها؟ النصايح اللي انا قال لي ما تزهقش اتمرن كويس، افضل شغال لحد ما هتيجي لك الفرصه. حتى انا كلمته اللي انا انزل العب ماتشات تحت يعني مع 9 كويس. قال لي كويس اللي انت بتفكر كده وبتاع، اللي انت هتجهز وبتاع. فدي يعني طريقه كلامه كانت كويسه معايا، فادتني دافع ان انا اتمرن كويس واجتهد واشتغل واصبر عشان تجي لي فرصه ان شاء الله واركز فيها باذن الله. كويس، وده شعور كويس انك انت من خلال التمرين فوق برضو تجهز عشان لما تاخد فرصه، وان شاء الله الفرصه هتيجي ان شاء الله. بس لما تيجي بقى يعني تتمسك فيها وتقول يعني انا احق ان انا اكون موجود فيها. ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب مين بقى من لعيبه الفريق الاول وانت موجود على طول معاهم اللي دايما بيسندك وبيدعمك وبيحفزك دايما؟ ويعني اكيد في اللعيبه كلها، بس اكيد في ناس قريبه من محمد عبد المنعم. في ناس كتير قوي يعني. انا عايزك اقول كلمه برضو للعيبه فوق، لعيبه محترمه، لعيبه رجاله، اي حد بيطلع من تحت بيقف جنبه وبيكلموه يا كابتن اسامه بجد والله، وبيديله نصايح ويقولوا له اشتغل كذا واعمل كذا واتمرن ما تزهقش ان شاء الله فرصه تيجي لك. فكابتن احمد فتحي، كابتن احمد فتحي على طول بيكلمني كويس، وكابتن سعد سمير. سعد سمير ومحمد محمود على طول بيكلمني وبتاع، بنقول له الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه ان شاء الله. ربنا يكرمه كده يا رب ويقدم لنا بقى حاجه كده كويسه باذن الله ان شاء الله. هو لعيب كبير طبعا.
مثلك الاعلى بقى وانت بتقعد تتفرج كده على مباريات النادي الاهلي دلوقتي او حتى القديمه، اللعيب اللي انت يعني تحب تبقى زيه او بتتعلم منه حتى لما تتفرج عليه في مركز بتلعب طبعا مساك. اه طبعا. طيب عشان بنقول برضو الجميل محمد عبد المنعم من المساكين يعني ما شاء الله عليه، لو خد فرصه مع الفريق الاول هيثبت اقدامه ان شاء الله باذن الله. مين مثلك الاعلى بقى؟ كابتن وائل جمعه طبعا يعني. كابتن وائل جمعه اتعلمنا منه كتير، لعب كتير ما شاء الله، كان وحش بمعنى الكلمة، كان صخرة في الدفاع. كان وحش ما شاء الله، ربنا يكرمه ان شاء الله في حياته. هو كان ده كان مثل الاعلى، فكله كان واخده مثل اعلى طبعا. كابتن محمد ابو تريكه طبعا في الالتزام، طبعا يعني ده حاجه مشرفه الكره المصريه طبعا عامه يعني. طموحاتك يا منعم وانت بتطلع مع الفريق الاول دايما كده اكيد بتقعد مع نفسك، نفسي او امنياتي في يوم من الايام اكون موجود مثلا في المباراه دي، او مثلا اكون في النادي الاهلي احقق تاريخ، طموحاتك ايه الشخصيه مع فريق الاول بالنادي الاهلي؟ يعني طبعا انا نفسي العب اول حاجه واقدم نفسي للجمهور والناس اللي مستنياني ان شاء الله، بقدم المسؤوليه ان شاء الله واظهر بشكل كويس وربنا يكرمني واقدر اسعد جمهور النادي الاهلي، عشان الجمهور ده بجد بيقف في ظهرنا بيساندنا يعني، ده حاجه بشكرهم عليهم طبعا. ربنا يكرمني الفترة الجاية إن شاء الله وأكون قد المسؤولية بإذن الله. أنت قلت لي مين تاني؟ كمان كان في يوم كنت راجع من التمرين. فرحت لأصحابي في مدينة نصر، قعدت معاهم وبتاع، فلقيت معلقين كأس أفريقيا في النادي وبتاع. فكان في احتفالية وبتاع. ففضلت شوية كده مركز عليه، فقلت إن شاء الله في يوم من الايام هرفعه باذن الله ان شاء الله. وانت وانت كابتن النادي الاهلي كمان ان شاء الله باذن الله. طيب وانت بتتكلم بتقول لي في لعيبه من الفريق الاول بتدعمنا، احمد فتحي وسام عاشور وسعد سمير ومحمد محمود. قول الو كده. الو 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 محمود. تحياتي ليك يا محمد حبيبي. يا كابتن قدامك ازي حضرتك؟ حابب نقول لك طبعا الحمد لله على السلامه، ان شاء الله ترجع تتالق تاني وتصول وتقول في الملاعب مره اخرى ان شاء الله. حبيبي يا كابتن اسامه ربنا يخليك، انت عارف لو ما كنتش عرفت اسمي ادي افلام. نعم دلوقتي بقول لي من اكتر الناس اللي دايما بيكلموني وبيساندوني ويدعموني، وكمان هو يعني بيقول بستمتع بمحمد محمود في الملعب. لا والله يعني انا بتكلم بجد يعني، هو فعلا سنه صغير يا كابتن اسامه. بس لاعب كبير جدا وعنده كتير جدا يقدمه للفريق ويقدمه للنادي. انا مش بوجهه لان هو يعني يستاهل ان الواحد يتعب معاه يتكلم معاه. شخصيه جميله جدا، راجل متدين، راجل ملتزم بره الملعب قبل ما يكون جوه الملعب. امكانياته عاليه جدا يا كابتن اسامه، يعني كل الصفات دي لما تبقى موجوده في لاعب مش ناقصه غير انك توجهه بس على الصح، وهو ما شاء الله يعني مش محتاج حد يوجهه، هو الراجل عارف طريقه وعارف ماشي ازاي وبيتمرن ازاي ومحافظ على نفسه جدا ما شاء الله عليه، يعني صغير في السن بس ما شاء الله يعني لعيب محترف فعلا. طمنا بقى وطمن جمهور النادي الاهلي على محمد محمود، خاصة بعد ما شاركت كمان في مباراة الإعلاميين وما شاء الله ظهرت بمستوى طيب وبحالة كمان بدنية كويسة يا محمد. والله يا كابتن أسامة الواحد الحمد لله يعني المستوى اللي ظهر بيه ده يعني المجهود الواحد تعب منه الفترة اللي فاتت، يعني الفترة اللي فاتت الواحد كان داس على نفسه كتير جدا عشان يحاول يبقى مع يخش مع المجموعة بسرعة، يعني زي ما حضرتك شايف أنا غايب بقالي 8 شهور ونص الفرقة، فيعني التعب اللي انا تعبته ده كنت بتعبه عشان خاطر لما اجي اخش مع الفرقه انسجم بسرعه ابقى في نفس الليفل بتاع المرحله البدنيه اللي هم فيها اللي هم واصلينها. والله الحمد لله يعني انا دلوقتي يعني الحمد لله خلاص جاهز بنسبه 100% للمشاركه مع النادي الاهلي. لكن الفتره اللي جايه بقى محتاجه رؤيه الجهاز الفني وامتى اشارك معاهم يعني بشكل اكبر يعني. انا لو من الكابتن شاوي غريب عندي وقت ان انا اجهز محمد محمود من خلال المباريات الوديه القادمه ويكون موجود معايا في القائمه اللي هتعلن اخر الشهر. ما هو ضمني يعني في القائمه بتاعت 30 لعيب كويس، يعني هو الكابتن شاوي يعني عنده ثقه عندي ليا يعني غير طبيعيه فضمني معايا ان شاء الله تكون موجود كده وترجع تاني يعني احسن من الاول يا محمد، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. شكرا محمد محمود.
شعور حلو يا منعم لما بتلاقي العلاقه ما بين لاعب الفريق الاول واللاعب الناشئين، العمليه دي يعني بيبقى فيها حب وفيها دايما توجيه، حتى لو هو يعني قدك في السن واكبر حاجه بسيطه، لكن عمليه الحب دي مهمه جدا. طبعا انا محمد محمود من الشخصيات المحترمه جدا، لاعب كبير. هو طبعا هو تعب في اخر فتره ديت، كان بيتمرن كويس، كان بيتمرن فترتين بيزود كويس. كمان كان يعني كل شويه يقول لي انا جاي مدينه نصر، اقول له في حاجه ولا ايه، يقول لي انا جاي عشان الدكتور بتاع التغذيه. فكان مظبط نفسه ومأهل نفسه ان هو عشان يرجع اقوى واحسن من الاول، فربنا يكرمه ويكملها على خير يا رب، ويشارك في اقرب وقت كده ويكسر الدنيا ان شاء الله. هو ما شاء الله ظهر كمان بحاله كويسه، ما تحسش ان هو بعيد عن الملعب. طبعا يا كابتن، المباريات الاعلاميه يعني دخل الماتش ما شاء الله كان بادئ ما شاء الله، يعني ربنا يحميه، لعيب كبير في نص الملعب، يعني بيطلع الفراوده وبيطلع الهافات، وكان عامل شغل ما شاء الله، يعني ربنا يحميه يا رب ان شاء الله، ربنا يحميه من الاصابات. قول لي بقى، انت قعدت في صراحه ناشئين النادي الاهلي. قعدت في صراحه الناشئين دي، انا طلعت لعيبه كتير طلعت الاول وطلعت نجوم يعني بدون ذكر اسمهم، بس انت يعني عشت فتره في الاستراحه. الاستراحه ديت يعني اللي بيبقى بعيد هم ده بيضموه في الاستراحه، بيناموا واكلوا وشربوا بيبقى في الاستراحه، فدي الاستراحه ديت يعني بيتنا التاني. فبنعيش مع بعض انا وزمايلي، بوجههم كلمه طبعا، انت اخواتي وربنا يكرمكم ان شاء الله، انتوا عندكم في مواهب كتير كبيره في الاستراحه، فان شاء الله ربنا يكرمكم كده وتكسروا الدنيا ان شاء الله، وتفيدوا ان شاء الله النادي باذن الله. وبشكر استاذ جلال واستاذ عادل المشرفين، مشرفين الاستراحه، استاذ جلال واستاذ عادل واستاذ عاطف واستاذ اشرف، استاذ عصام انت خفت الصحاب دلوقتي. شرفتنا ونورتنا بنا حبيبي يا كابتن، ليا الشرف طبعا ان انا اكون موجود مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي بيتي، ويا رب اكون ضيف خفيف يا مشاهدينا. لا انا براهن عليك، براهن على محمد عبد المنعم، لو خد فرصه في الفريق الاول ان شاء الله هيكون موجود واساسي كمان، ولو هو كان بيشارك الفتره اللي فاتت كنت يعني متاكد ان الكابتن شوقي غريب كان هيضمه كمان للمنتخب الاولمبي. شرفتنا ونورتنا حبيبي يا كابتن سامي، ربنا يخليك يا رب. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيف اللي كان مشرفني ومنورني، كابتن محمد عبد المنعم مدافع فريق شباب النادي الاهلي. كده حلقتنا خلصت، نشوفكم الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشباك. عايز اوجه كلمه